السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الأبواب، وطبعا في ناس كتير قوي هتذبح، بس في ناس للأسف بتشيل اللحمة بطريقة غلط، تيجي تطلعها تلاقيها غدرت، تلاقيها باظت، تلاقيها اصلا حافظاها في الفريزر وتقول دي باظت ازاي، باظت وهي محفوظة في الفريزر. فيلا مع بعض نعرف طريقة حفظ اللحمة السليمة اللي تضمن لك قطعة لحمة سليمة جدا كويسة ما فيهاش اي حاجة. احنا معانا اول نصيحة، احنا دلوقتي ذبحنا وخلاص، قطعنا اللحمة وقسمناها كل حتة مع بعض، الفريتو مع بعض، كباب الحلة مع بعض، ايا كان يعني قسمتيها او ما قسمتهاش، لازم نسيبها في مكان هاوي نضيف دل بعيد عن الشمس، هنسلط عليها مروحة عادية او تكييف، يعني عشان الدنيا حر جدا، احنا في شهر 8 ودرجة الحرارة عالية جدا. طب انا ليه بعمل الخطوه ديت؟ علشان اللحوم تتشمع، يعني اللحمه لما تتشمع كده هوت البكتيريا والحاجات ديت بتروح منها خالص، فيعني ديت علمي اسمها التيبس الرمي، يعني معنى الكلام دوت العلمي ان هي معناها التيبس الرمي. طب احنا ليه بنشمعها كده؟ التشميع دوت بيخليها بيعملها اكنها ايه، ماده حافظه للحمه. طب احنا هنسيبها متهوية كده قد ايه؟ هنسيبها متهوية من 3 لـ4 ساعات، بس لازم تحت المروحة مفرودة مثلا على يعني صينية بلاستيك، صينية ألمونيا، صينية اي كان اللي عندك، بس ايه، تكون مفرودة طبقة واحدة كده هوت. ليه بقى؟ علشان نعمل وسط حامضي للحمة ما يكون ليش خالص بكتيريا او ميكروبات، ما تطلعش خالص على اللحمة او في وسط اللحمة، دي كده بتطول عمر اللحمة جدا. ولما تيجي تحفظيها في الفريزر حتى لو الحفظ يعني في اخطاء بسيطة، مثلا فكت او حصل اي حاجة، فكت حاجة بسيطة ما ينفعش ان هي تفك، يعني ده كده بيحافظ على اللحمة وان هو ما ينموش فيها بكتيريا او اي حاجة من الحاجات دي فتبوظ بسرعة. كمان الخطوة دي بتخلي اللحمة تبقى طرية كده وبتستوي بسرعة، يعني ان انت كمان لما تيجي تسويها ما تاخدش معاكي وقت، لكن انت لو جيتي هلا هوبا شلتيها على طول وهي اصلا لسه واخدة درجة حرارة الحيوان اللي مذبوح، ده كده غلط خالص ما ينفعش. فيعني انا زي ما قلت لك كده، دي خطوتين مهمين جدا، الخطوة دي مهمة جدا علشان هي بتحفظ لك اللحمة وكمان يعني بتخليها تستوي بسرعة. فخلي بالنا بقى من الخطوة ديت، وتعالوا نخش على الخطوة التانية. بص بقى الخطوة اللي بعد كده مهمة جدا جدا جدا، ما نجيش بقى ان احنا بعد ما خلاص شمعنا اللحمة ان احنا نروح غسلينها، لا ما ينفعش خالص، احنا لما نغسلها ونشطفها خلاص احنا بوظنا التشميع اللي احنا عملناه دوت، وهنبوظ الوسط الحامضي بتاعها، وكمان هنخليها تكون بكتيريا وميكروبات، واللحوم هتفسد بسرعة جدا. اللحمة ما بتتغسلش ولا بتتشطف ولا بتاخد شطفة بسيطة كده هوت، لا هي بتتحط في الفريزر كده زي ما هي على طول. الخطوة دي مهمة جدا جدا، ما ينفعش ان انت تغسلي اللحمة خالص، يعني هي يدوبك اتشمعت قعدت 3 أو 4 ساعات تحت التكييف او تحت المروحة، وبعد كده ايه تروحي ايه، يعني اول ما تمسك نفسها كده وتلاقيها شدت كده ودرجة حرارتها نزلت، انت بقى ايه يفضل ان انت لو في مكان ان انت تحطي الصواني دي كده كلها، يعني لو مثلا عندك صواني شاي هتروحي حاطه مثلا فرد عليها، هتروحي فرد عليها اللحمة بطريقة برضو طبقة واحدة، وتروحي حطوها في التلاجة كصواني كده فوق بعض، يعني لو في متوافر مكان هتروحي حاطة الصواني فوق بعض، بحيث ان هي تقعد من 3 لـ4 ساعات في التلاجة، برضو تيجي تطلعيها تلاقيها واخدة درجة حرارة، يعني تلاقيها ساقعة، تلاقيها كده واخدة درجة حرارة مش درجة حرارة العادية بتاعتنا او درجة حرارة الحيوان، هتلاقيها ساقعة. ده كده بنكمل عملية التشميع، ده كده استكمالا لعملية التشميع اللي احنا بنعملها، ان درجة حرارة اللحمة تبقى تنزل خالص، تبقى ساقعة، ما بقتش مجرد ان انا امسك حتة اللحمة لقيها درجة حرارتها بقت طبيعية، لا ان هي تبقى ساقعة. هبدأ بقى ان انا اجيب الاكياس، اكياس شفافة تقيلة، ما تكونش اكياس
ملونة، ما تكونش أكياس سودة، ما تكونش أكياس حمراء وبمبة وخضراء، دي ما تنفعش، دي بتتفاعل مع اللحوم وبتتفاعل مع الأكل، ما ينفعش. بنجيب الأكياس الشفافة التقيلة، ما ينفعش اللي هي الأكياس اللي هي زي بتاعة العيش، لا أكياس تقيلة كده هوت، هي دي الأكياس الصحية اللي بتتشال في الفريزر، بتبقى كويسة جدا. وفي أكياس بتبقى فيها زي سوستة كده، بس دي بتبقى غالية شوية، فأنت براحتك ممكن بس تجيبي الأكياس التقيلة شوية، دي بتبقى حلوة، هي دي الأكياس الصحية. الحاجة المهمة إن قطعة الدهون تبقى فوق، يعني اللحمة الملبسة اللي فيها دهن ديت تبقى لفوق، تبقى في وش الكيس علشان تاخد درجة حرارة الفريزر. هقولك ليه دلوقتي. لما اجي ارص الاكياس في الديب فريزر لازم تكون في مسافه ما بين الكيس ده وما بين الكيس ده حوالي صباع او صباعين كده هوت، علشان الكيس ياخد درجه حراره الفريزر. لو ملزق في بعضه هتلاقي الحته اللي ملزقه دي هتتخضر. وفي حاجه كمان ربة البيت لازم تاخد بالها منها، ما ينفعش ان انا احط في الكيس 5 كيلو لحمه، ما ينفعش، هو اكتر حاجة كيلو لحمة، وكده انت بتبقي عارفة اصلا ان انت عندك مثلا كل كيس فيه كيلو لحمة. فانت لو اسرتك كبيرة هتطلعي كيسين، هتطلعي 3، عندك عزومة هتطلعي 5، عارفة ان انت طلعتي 5 كيلو. لكن ما ينفعش ان انت تحطي كمية لحمة كبيرة في الكيس، هتلاقي اللي فوق جمد واللي تحت جمد واللي في النص اللحمة يا فسدت يا اخضرت يا باظت، فكده اللحمة بتاعتك هتبوظ. حطي في كل كيس كيلو لحمة، كده هتقدري ان انتي حفظتي اللحمة كويس جدا. طب انا ليه بحط الدهن هو اللي ملامس للهواء؟ علشان الدهون هي اكتر حاجة بتبوظ بسرعة، فعلشان كده انا بحط الدهون ديت اول حاجة في الكيس علشان تبقى واخدة درجة حرارة الفريزر كلها، عشان هي اول حاجة بتفسد في اللحمة. فاحنا نخلي بالنا برضو من الخطوة ديت، ان احنا نحط الدهون نحفظها كويس جدا علشان هي بتبوظ بسرعة وممكن تبوظ بقية اللحمة كلها. دلوقتي طريقة الحفظ في الفريزر، لو عندي الفريزر اللي هو الأدراج، طبعا ده سهل، هبدأ ان انا ارص الأدراج، ارص اللحمة في الأدراج ومفيش اي مشكلة. طب لو عندي الفريزر اللي هو الرأسي اللي هو الصندوق، هنعمل ايه؟ هنحط اللحمة عادي، بس كل ساعتين هروح مقلبة اللحمة اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وطبعا لازم احرك الاكياس اللي في النص، لان هي ديت اكتر حاجة بتبوظ واكتر حاجة بتفسد، علشان هي بتبقى مش واخدة حرارة. فحتى لو انا برضو هحط اللحمة كلها في درج واحد في درج التلاجة، هبدأ برضو ان انا اقلب اكياس اللحمة كل ساعتين لحد اما اتأكد ان اللحمة جمدت كلها، جمدت بقت عاملة زي الطوبة كده، خلاص ما اقلبش. لكن طول ما اللحمة لسه ما جمدتش هبدأ ان انا اقلب اللحمة. طيب في ناس بتفصل التلاجة والفريزر بالليل ظنا منهم ان ده بيوفر في الكهرباء وكده، لا ما ينفعش ان انا اوفر في الكهرباء في الموضوع ده خالص. ليه بقى؟ لان انت برضو بيتهيألك ان الحاجة ما فكتش، لا بتفك، الحاجة بتفك لما انت بتشيل الفيشة بتاعت التلاجة او الفيشة بتاعت الفريزر بالليل وترجعي ان انت تحطيها الصبح، لا ما ينفعش، ما ينفعش خالص ان انا اشيل الفيشة بتاعت التلاجة خالص خالص. منظمة الصحة العالمية على فكرة اثبتت ان السرطانات والحاجات ديت بتيجي اكتر حاجة من فك الاكل وتجميد الاكل، فك الاكل وتجميد الاكل. حاجة كمان ان انا مفضلش افتح واقفل في الفريزر طول النهار، بفتح في الفريزر واقفل في الفريزر، لا ده كده درجة الحرارة بتتهدر، ويعني كده مش كويس، ميمنعش ان احنا ايه نفضل نفتح في نقفل في التلاجة او في الفريزر اللي انا حافظة فيه التلاجة. مدة التخزين بقى دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للحمة الخرفان اللي هو الخروف، من 6 ل 8 شهور. تقدري ان انت تحفظيها في الفريزر من 6 ل 8 شهور، ليه مش مدة طويلة؟ لان اللحوم ديت بتبقى محتواها من الدهون عالي جدا، فالدهون اصلا بتفسد بسرعة، وهي اللي بتفسد اللحوم اصلا وبتخليها تخضر، علشان هي اللي بتفسد بسرعة، فهي مدة حفظها مش كتير. لو هنخزن اللحوم بتاعت العجول في التلاجة من 3 ل 4 ايام، وفي الفريزر من 10 ل 12 شهر، يعني سنة مدة تخزين اللحمة الكندوز اللي هي اللحمة سنها كبير اللي هو الكبير الكندوز، بيتخزن في التلاجة من 3 ل 4 ايام، وفي الفريزر برضو ممكن سنة.
عادي مش هيحصل له اي حاجة. مدة تخزين اللحمة المفرومة بحطها في التلاجة من يوم ليومين اكتر حاجة، ما تقعدش، بتفسد بسرعة جدا لان فيها نسبة دهون وبيبقى بتحس ان فيها مية كده حاجة بسيطة فبتبوظ بسرعة. بتقعد في الفريزر من 3 لـ 4 شهور لان محتواها من. طب انا لو سويت اللحمة تقعد في التلاجة 3 ايام اقصى حاجة، 3 ايام وتبقى مغلية يعني كده. هوت دلوقتي انا هطبخ اللحمة وهي متجمدة ولا هفكها؟ انا هطلع كيس اللحمة من الفريزر واحط الكيس اللحمة في الرف اللي بعد الفريزر على طول، بس في التلاجة. ما ينفعش ان انا اطلعه من بالليل لان درجة الحرارة حر جدا هيبوظ. فاحنا هنحط اللحمة في التلاجة من تحت تبقى شبه مجمدة كده هوت، ونبدأ ان احنا نطبخها. يعني هنشطفها شطفة بسيطة، مش هنقعها في مية. هتلاقي اللحمة بيضت وباظت، يعني هي مش محتاجة تتنقع، هي مش زفرة يعني. فبس لما بنقعها بفقد كل الفيتامينز وكل الحاجات اللي فيها. بس احب افكركم لو كل واحد شاكك في الذبيحة بتاعته يروح يذبحها في المجازر الآلية بتاعت الحكومة. هي بتذبح مجاني خالص، في دكاترة بيطريين بيشوفوا الذبيحة بتاعتك ويكشفوا عليها ويشوفوا هل هي صالحة للذبح او عيانة او فيها اي مشكلة، هل فيها جزء بس فيه مشكلة والجزء التاني ينفع يتاكل عادي. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة.